مشاهدينا لفاضل متابعينا الأعزاء متواصلين بحضراتكم مع هذه الانطلاقات المتواصلة وهذه التحديات المستمرة. شوطنا 19 وشوط الختام للقعدان الإجذاع والمسافة هي 4 كيلومترات. تتواجد فيه شعارات متميزة تنطلق لتزين أرضية ميدان الشحانية لسباقات الهجن العربية الأصيلة. بالبداية نتقدم نحو الاتجاه الصحيح وهنالك انطلاقة شاهين بشعار عبد الله بن سالم بن فاهد الهاجري على البداية وعلى الانطلاق الأول. النقلة والدور إلى ثاني المراكز لكي نتابع غزيلان على المستوى الثاني بشعار حفيظ بن عبد الله بن ناصر بن حفيظ المري. من يتقدم ويقدم لنا شاهين على المستوى الثاني. ثالث المراكز الوصول من قبل المستشار هو القادم بشعار محمد بن فرام بن عتيق البريدي. شعار بن قريع يتقدم على المستوى الثالث ويقدم لنا هذه الانطلاقة على ثالث المراكز. بينما رابع المراكز هنالك الوصول والتقدم من قبل العديد هو القادم بشعار سالم بن عبد الله أو سالم بن حمد بن عبد الله بن سعد بن شعيل يصل على المستوى الرابع. النقلة نقلة المركز الخامس. نتابع وإياكم انطلاقة سياف حمد بن راشد بن محمد بن صفوة المري المتابع لهذه الانطلاقة والواصل على خامس المراكز. هذه هي الأسماء التي تتواجد من خلال هذه الانطلاقة وتأتي من خلال هذه الصفوف الأمامية نحو المراكز المبدئية في هذه الانطلاقة الرائعة. ولكن ما خلف الخمس نرى هذه الشعارات ونرى هذه الأسماء المتواجدة والمقدمة لنا هذا المشهد الجميل في هذه الانطلاقات الرائعة عبر القنوات الناقلة لهذا الحدث الحي والمباشر. العودة وإياكم هنالك نحو البداية الأولى لكي أرى شاهين على البداية والماركة العالمية، الماركة المتميزة، الماركة الشاهينية العريقة بهذه الانطلاقة. هنالك عبد الله بن سالم بن فاهد الهاجري من يتقدم على البداية الأولى وعلى الانطلاق الأول. بن حفيظ ثانيا يصل مع انطلاقة غزيلان حفيظ بن عبد الله بن ناصر بن حفيظ على المستوى الثاني. وثالثا هنالك انطلاقة مطرب وصل في هذه الأثناء بشعار راشد بن صالح بن راشد أبو الزمان على المستوى الثالث. النقلة إلى رابع المراكز وصل الدعي الآن مع انطلاقة هنالك إسعاف علي بن سالم بن سنيد الدعية. والثالثة ثابتة يا الدعية روح إلى النواميس وإلى الانتصار. ولكن بن فاران وصل على المستوى الخامس. هذه هي النتيجة مع هذه الانطلاقة الرائعة. نعود وإياكم إلى الانطلاقة الأولى إلى انطلاقة شاهين على البداية. عبد الله بن سالم بن فاهد الهاجري وصل إسعاف في هذه الأثناء على المستوى الثاني. يتقدم من مركز إلى مركز عين على البداية وغير إسعاف إلى الانطلاقة الأولى إلى البداية الأولى. الثالثة ثابتة على ما قالوا روح يا الدعية إلى الانتصار روح إلى السلامات. هنا مع هذه الانطلاقة المتميزة مع انطلاقة إسعاف وشوط الختام مع انطلاقة إسعاف مع هذه الانطلاقة الرائعة والثلاثمية متر الأخيرة النهائية. سلام يا راعي إسعاف على هذا الأداء المتميز.
علي بن سالم بن سنيد بن محمد الدعية مع المية متر الأخيرة مع اللحظات النهائية. تهانينا وألف مبروك على هذا الفوز المتميز والجميل. ثاني المراكز حضر برزان فهد بن سالم بن علي بن حمد الانقح. ثالث المراكز سياف حمد بن راشد بن صفوة على المستوى الثالث. بينما رابع المراكز هنالك الوصول من قبل فريسان حمد بن زيد بن راشد بن مديلة. خامس المراكز تابعنا وإياكم انطلاقة مهتم محمد بن ناصر بن سالم بن فهد المكسور. تهانينا والف مبروك على هذا الفوز وعلى هذا الانتصار. هذا هو اسعاف بشعار علي بن سالم بن سنيد الدعية. هذه هي لحظة الوصول إلى خط النهاية معلنا للانتصار المتميز والجميل. قاطع مسافة 4 كيلومترات 6 دقائق 16 ثانية 79 جزء من الثانية. تهانينا وألف مبروك. بينما ثاني المراكز كان الوصول والتواصل من أتانا في اللحظات الأخيرة. هذا هو برزان فهيد بن سالم بن حمد الأنقح. 6 دقائق 19 ثانية 29 جزء من الثانية. بينما ثالث المراكز كان الوصول من قبل سياف حمد بن راشد بن محمد بن صفوة. 6 دقائق 23 ثانية 13 جزء من الثانية. هكذا كانت هذه النتيجة لشوط الختام. مشاهدينا الأعزاء.